بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكرر قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء في القرآن مرتين، الأولى في سورة البقرة في الآية رقم 29 في قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، والثانية في سورة فصلت في الآية رقم 11 في قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ما الفرق بين الآيتين؟ لو تأملنا الموضع الثاني في سورة فصلت لوجدنا أن السورة عموما معنية بتفاصيل الآيات وتفصيلها، بداية من اسم السورة سورة فصلت، ثم مطلع السورة في قوله تعالى كتاب فصلت آياته. إذن هنا لفت لتفصيل آيات الله تعالى المتلوة في كتابه، فهذه الآيات ترد مفصلة حتى نصل إلى نهاية السورة وختامها في آخر آيتين من السورة، نجد قول الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهذا لفت لتفاصيل آيات الله المرئية في الكون وفي الآفاق. إذن السورة معنية بتفصيل الآيات المتلوة من كتاب الله والآيات المرئية في الآفاق ما بين مطلع السورة وما بين نهايتها لفت لهذه التفاصيل. وبالتالي نتوقع أن نجد خبر خلق هذا الكون وخبر خلق السماوات والأرض كذلك يأتي مفصلا في هذه السورة بمراحله المختلفة. وبالعودة إلى الآية موضع البحث نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر خلق السماوات والأرض هنا مفصلا بمراحله، فيبدأ السياق في قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام إلى آخر الآية. فهذه مرحلة بعد مرحلة منذ بداية خلق الأرض، فيذكر هنا تفاصيل الخلق مرتبة منذ البداية إلى أن تنتهي مراحل خلق الأرض. وعلى نفس النمط تأتي تفاصيل خلق السماء ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي في بداية خلقها منذ بدء الخلق حين كانت السماء دخانا أو كانت سديما، إلى أن يقول سبحانه وتعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. فتلك أيضا مراحل خلق السماوات مفصلة كما ذكرت مراحل خلق الأرض مفصلة. وكان هذا قبل خلق آدم عليه السلام وإنزاله إلى الأرض بفترات زمنية طويلة والله أعلم، حين خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون حتى يتهيأ لاستقبال آدم وذريته بعد ذلك بفترات طويلة عند اكتمال خلق الأرض وتهيئها الكامل لاستقبال هذا المخلوق. بالتالي لو عدنا مرة أخرى إلى آية البقرة فنجد أن الغرض في آية البقرة ليس هو بيان تفصيل الآيات المرئية في الكون ولا المراحل التي مر بها الكون، بل الغرض هنا هو بيان اكتمال خلق هذا الكون وتهيئه لاستقبال هذا الكائن المكرم من الله سبحانه وتعالى بعد مرور تلك المراحل كلها من مراحل الخلق. فهنا يسلط الضوء على نهاية هذا التكون حين أصبحت الأرض كاملة مهيئة بل ومسخر لنا كل ما فيها. لذلك قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا كل ما هو موجود في الأرض في هذه اللحظة في هذه الفترة من الكون بعد تمام نضج هذه الأرض واستعدادها للقاء واستقبال آدم وذريته. لذلك قال خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، هكذا في سياق مجمل يبين تمام هذا الخلق واكتماله لينتقل بعد ذلك ويمهد بعد ذلك إلى نبأ خلق آدم عليه السلام في السماء بقوله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي بعد اكتمال تمام خلق الأرض والسماوات وتهيئها، فهي مرحلة تالية لما ذكر في سورة فصلت.
هذا، والله أعلم، وجزاكم الله خيرا.